طيب خلونا اول اخبارنا النهارده عن قواتنا المسلحه واللي نفذت عدد من طلعات الاستطلاع في المناوره قادر 2020 واللي بتبين حجم وقوه جيشنا المصري اللي قادر يستهدف اي بؤر ارهابيه ويكون العين اللي بتحرس ارضنا وسمانا طول الوقت. امبارح القوات الجويه شاركت في المناوره باعاده تمركز طياراتها من مختلف الطائرات ومن مختلف القواعد العسكريه علشان تقدم الحمايه الجويه لكافه العناصر المشاركه في المناوره من مختلف الاتجاهات بجانب كمان تنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع في تنسيق كامل مع قوات الدفاع الجوي ومعاونه من القوات البحريه. تمام، كمان شفنا قوات المظلات اللي نفذت عدد من الانشطه التدريبيه اللي تضمنت رفع درجات الاستعداد وكمان تكلفها بمهام القضاء على العناصر المعاديه وقوات حرس الحدود، كمان قامت بالتعاون مع القوات الجويه بتامين الحدود والسواحل المصريه وتنفيذ عدد من الانشطه زي احباط محاوله هجره غير شرعيه واحباط محاوله التسلل والتهريب عبر الحدود البريه الغربيه طبعا، تجديد اجراءات التامين على كافه الحدود. تعالوا مع بعض كده نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات. وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق مع قوات الدفاع الجوي لتأمين أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات على مختلف الاتجاهات، وكذا معاونة القوات البحرية لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحر الأحمر والمتوسط وتأمين أعمال القوات البحرية أثناء تنفيذ وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات. مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي. يمكن واحد بنتفرج الصراحه على الفيديو وانا قلت انا ومحمد في نفس واحد، تحيا مصر بجد، حاجه تشرف لما نتفرج على رجالتنا من القوات المسلحه بهذه الاستعداديه والجاهزيه والروح قد ايه قادرين فعلا ان هم يحموا البلد. شفنا حاجات كتير، شفنا نماذج متطوره جدا، يمكن انا مش راجل عسكري ولكن شفت رجالتنا قد ايه جاهزين، قد ايه بخير على كل المستويات سواء الدفاع الجوي او القوات الجويه او المظلات، وطبعا رجالتنا اللي بجد من الصاعقه، حاجه تشرف يا ابو حميد. القوات البحريه كمان طبعا طبعا.